شريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. ابني مات يا ناس، ابني مات. وفاة الطفل منير حزينة الذي أصيب برصاص المشيعين في الضاحية الجنوبية. عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوي، وقف النار يكشف عن أضرار كبيرة. الأمم المتحدة تأمل بإحراز تقدم في مشاورات جنيف وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد. الهيئات الاقتصادية وفئات الإنتاج والنقابات تتهيأ لصرخة الخميس المقبل. وفي الرياضة، البيرو تهزم فنزويلا وتعقد حسابات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا. عند 10 صباحا توفي الطفل منير حزينة بعد موت سريري إثر إصابته برصاص تشييع عناصر حزب الله الأسبوع الماضي. عائلة منير المفجوعة طالبت بأخذ الثأر من القتلة. تقرير مها ضاحر. ابني مات يا ناس، ابني مات، مشان الله تحصلوا حقه. مات منير حزينة. مات الطفل ابن الخمس سنوات شهيد رصاص الغدر، سلبه القتلة الطفولة والابتسامة. هذا منير يوم وصل إلى لبنان هاربا من سوريا. سلبوه الحياة والمستقبل الذي هرب من قسوتهما في مخيمات سوريا، فكان أن من يشارك في قتل الشعب السوري لحق به بسلاحه إلى لبنان. هلا هذا قضاء الله، وأنا قبلان فيه ورضيان باللي كتب لي يا رب العالمين ومسلمه، لكن القاتل بدي أخذ حقي منه. إذا الحكومة اللبنانية ما قدرت تأخذ لي حقي منه، أنا رح أخذ حقي منه بإيدي مين ما كان يكون. حسن نصر الله، أنا طلبتك إنك تجيب لي حق ابني، ولغاية هلأ بطالبك إنك تجيب لي حق ابني. لغاية هلأ بطالبك تجيب لي لطخولي ابني، لأوصولي ابني، بدي حق ابني أنا بأي طريقة وبأي وسيلة. لن تسامح عائلة منير القتلة، تطالب بالثأر منهم، على ذلك يخفف من وطأة المصاب عليها ويؤدي إلى تفادي أحداث مماثلة. بطالب وزارة الداخلية تحصل حق ابني وتمسكني إلي تحبسني وأنا صاحب الحق. لما أروح بدي أقدم شكوى لابني. كل واحد من هلا ورايح بده يقوس، بيكون عنده أولاد يتذكر منير كيف كان وكيف صار. لن تعيد بيانات أصحاب السلاح الحياة لمنير تماما، كما لن تعيد رصاصات المشيعين الحياة للمشيعين. فارق بسيط أن منير لم يختر الشهادة في سبيل من اختار الموت ليحيى النظام السوري. كل الناس تعز العقد شوف شلون مات، كان عم يضحك، كان فرحان، كسروا قلبي. يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوي في صيدا إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدها وأسفرت عن سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا، وقد تفقد الأهالي ممتلكاتهم مناشدين التعويض عليهم. بدا مسرح الاشتباكات في مخيم عين الحلوي في صيدا أشبه بساحة حرب حقيقية جراء الدمار الكبير الذي طال البيوت والمحال والسيارات غداة الاشتباكات التي اندلعت بين شبان من آل سلطان تابعين لحركة فتح وآخرين من مجموعة بيت المقدسي، استعملت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأدت إلى سقوط قتيلين وأحد عشر جريحا. خيم الهدوء الحذر على شوارع المخيم خصوصا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الخميس، ما سمح للأهالي بتفقد ممتلكاتهم، فقطعوا الطريق عند الشارع الفوقاني بالسيارات المتضررة احتجاجا على الدمار الذي حل بممتلكاتهم، وطلبوا المعنيين بالتعويض عليهم ووضع حد لمسلسل الدم في المخيم. إلى ذلك عقدت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيمات اجتماعا لها برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب في مقر القوى الأمنية داخل المخيم، حيث تم تشكيل لجنة لمسح الأضرار
تمهيدا للتعويض على المتضررين، فيما تم تشييع القتيل المدني مهدي حسن الذي سقط أمام مسجد الفاروق داخل المخيم. حركة حماس من جهتها استنكرت ما حصل، وأجرى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اتصالا هاتفيا مع ممثل حماس في لبنان علي بركة، داعيا إلى رص الصفوف ووأد الفتنة ومعالجة الخلافات الداخلية بالحوار وعدم اللجوء إلى السلاح. وأكد مشعل أن حماس حريصة على السلم الأهلي في لبنان وداخل المخيمات الفلسطينية. في خطوة تعيد إلى الأذهان الحكم الهزيل على الإرهابي ميشيل سميحة، أفرج قاضي التحقيق في زحل عن خاطفي 4 سوريين بينهم ضابط منشق، وذلك بعد ضغوطات من حزب الله. التقرير لربيع شنطف. إنه الضابط السوري محمد نون الذي انشق عن نظام الأسد وأتى منذ أشهر كلاجئ إلى لبنان، ليفاجأ أن أتباع الأسد هنا كانوا له بالمرصاد. فقد اختطف وثلاثة سوريين آخرين من قبل 5 أشخاص بينهم 2 من حزب الله وهما علي وحسين الموسوي. وفي آذار الماضي تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الخاطفين باستثناء حسين الموسوي الذي بقي فارا من وجه العدالة. وبعد ضغوطات من الحزب أخلي سبيل الخاطفين، فيما بقي مصير الضابط مجهولا. للأسف بعدما تم إحالة الملف إلى القضاء المختص في زحلة، قام قاضي التحقيق بضغوطات مورست عليه من قبل حزب الله بترك هؤلاء الخاطفين. السلطة السياسية تتحمل مسؤولية المخطوفين الذين اعترف الخاطفون اعترافا تاما أمام فرع المعلومات وأمام القضاء أنهم قاموا بعملية الخطف، وتم تسليم المخطوف إلى حزب الله. وأكثر من ذلك، هناك اعتراف من عناصر حزب الله الذين أوقفوا أنهم قاموا بهذه العملية وأنهم يقومون بواجبهم الجهادي. وبالتالي المسؤولية الآن على الدولة اللبنانية أن تستلم هذا المخطوف وأن تقوم هي بالتحقيقات معه وأن تعيده إلى أهله سالما غانما. ونحن سنتابع هذا الموضوع أمام المراجع الدولية. إذا لم يقم القضاء اللبناني والدولة اللبنانية بواجبها بحماية اللاجئين، هو لديه إقامة شرعية من قبل الأمن العام ولم يكن لديه أي عمل سياسي أو عسكري أبدا. تجدر الإشارة لأن هذه الصورة قد أرسلها حزب الله لذوي الضابط المنشق الموجودين في سوريا. زار السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري دار الفتوى مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على لبنان وتعول على حكمة قياداته في التوصل إلى الحلول التي تريحه وتحصن ساحته الداخلية. أمل السفير السعودي في لبنان علي عواض بن العسيري أنهاء المواضيع الخلافية كي ينعم لبنان وأبنائه بكافة طوائفهم بالسلام والاستقرار، وينتظم عمل المؤسسات بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتسير البلاد نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. كلام السفير السعودي جاء خلال زيارته دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنئا باسم قيادة المملكة العربية السعودية بحلول شهر رمضان المبارك. عسيري نقل أيضا تهنئة القيادة السعودية بالشهر الفضيل إلى كافة الأشقاء اللبنانيين والمسلمين بشكل خاص، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريصة كل الحرص على لبنان وشعبه، مشيرا إلى أنها لن توفر أي جهد في سبيل أن يستعيد عافيته وازدهاره، وهي تعول على حكمة القيادات اللبنانية في التوصل إلى الحلول والمخارج التي تريح الوطن وتحصن ساحته الداخلية وتوفر للمواطن ما يستحقه من عيش رغيد ورفاه واستقرار. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن مصدر الإحباط السياسي الذي وصل إلى الحضيض هو نتيجة العجز المفتعل في انتخاب رئيس للجمهورية. الراعي وخلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن قبل مغادرته إلى أربيل، رأى أن لا مجال بعد الآن لأي كلام يقال، بل ينبغي التحرك نظرا للضغط الذي يدفع الناس إلى اليأس والقنوط وفقدان الثقة بالسياسة. وأكد الراعي أنه إذا ما استمرت استقالة القوى من دورهم الوطني المطلوب، فإننا أمام انتفاضة في وجه المتخاذلين من أداء دورهم، لأن لقمة العيش لا ترحم في غياب المسؤول الأول عن البلاد وهو رئيس الجمهورية. وزير العمل سجعان قزي شدد في مداخلة مع برنامج كلام بيروت على وجوب أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وما يعارض القضايا المطروحة يعترض ويتحفظ وهكذا تستمر
أعمال المجلس. حتى الساعة الاتصالات الحميدة التي قام بها دولة الرئيس سلام مع الأطراف المعنيين بتأخير عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لم تعطي ثمارة. يعني بالمختصر المفيد، المواقف حول موضوع الحكومي لن تتغير، لأن مواقف نابعة عن قرار واضح بتعطيل مؤسسات الدولة لدفع أطراف معينة لانتخاب رئيس شخص لا يريدونه بالرئاسة. اقترحت منذ حوالي 3 أسابيع أنه مجلس وزراء ينعقد على 3 مستويات: جلسات حكومية مجلس وزراء للبحث في قضية الموازنة، جلسة لمجلس وزراء للبحث في القضايا السياسية والأمنية ومنها التعيينات، وجلسة مجلس وزراء لجدول الأعمال بشرط أنه ولا طرف يعطل الجلسة الأخرى، وتصير الأمور بشكل متوازي حتى لما نعطل أعمال الناس، حتى لما نعطل مشروع إقرار الموازنة، وحتى لنتجاوب مع اللي عم بيطالبوا بموضوع التعيينات. نصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللبنانيين بالتحسب لأي تطورات دراماتيكية قد تطرأ بشكل مفاجئ في حال سقوط رئيس النظام في سوريا بشار الأسد. تحسبوا من تطورات دراماتيكية قد تطرأ بشكل مفاجئ على الوضع السوري، حصنوا أنفسكم وتحضروا للحظة سقوط الأسد. هذه كانت النصيحة التي أسداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبنانيين خلال اللقاء الموسع الذي عقد في القاهرة مع الرئيس تمام سلام والوفد المرافق، بحسب ما نقلت صحيفة المستقبل عن مصادر الوفد. السيسي نصح الوفد اللبناني الرسمي بضرورة التنبه جيدا للتطورات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة على ساحة الأزمة السورية، وقال: وضع النظام السوري سيء كما يبدو من مسار الأحداث الأخيرة في سوريا، والتوقعات تشير إلى إمكانية تدهوره وانهياره بشكل سريع ومباغت، لذلك من الأفضل أن تكونوا في لبنان متحسبين لذلك كي تتمكنوا من مواجهة وتطويق تداعيات المرحلة. لافتا الانتباه في هذا الإطار إلى أن أي تطور دراماتيكي من قبيل احتمال انهيار النظام السوري قد يرخي بظلاله على الساحة اللبنانية، ربطا بما قد ينجم عنه من تبعات ضاغطة كفرضية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وبالتالي فإن على لبنان أن يبادر إلى تحصين نفسه والتحسب من الآن لكيفية التعامل مع مثل هذا الاحتمال. وتتابعون في نشرتي من الميدان بعد الفاصل. 70 دولة تدين استخدام كتائب الأسد للبراميل المتفجرة ضد المدنيين. أهلا بكم من جديد. أملت الأمم المتحدة بإحراز تقدم في مشاورات جنيف بحلول المساء، خصوصا لجهة الاتفاق على وقف إطلاق النار، في وقت حذرت المنظمة الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن. وسط انباء عن تمديد مشاورات جنيف بشان اليمن، اعلن المتحدث باسم الامم المتحده احمد فوزي ان مبعوث المنظمه الدوليه اسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي يحاول التوصل لابرام اتفاق وقف اطلاق نار، يامل ان يعلن عن تقدم بحلول مساء الجمعه، لكن المحادثات قد تستمر لمطلع الاسبوع المقبل. غير ان مصادر اخرى في الامم المتحده استبعدت اي تمديد لمشاورات جنيف في وقت تواصلت اللقاءات المكثفه بين المبعوث الاممي وسفراء الاتحاد الاوروبي بصوره منفصلة مع وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وصالح، في وقت نفى فيه وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي تلقي الوفد الحكومي أي عرض حوثي بالانسحاب. في الداخل اليمني قتل مسلحون حوثيون فجر اليوم في هجوم للمقاومة الشعبية شمالي صنعاء، وسقط آخرون في تفجير بمحافظة البيضاء وسط اليمن، في حين تدور مواجهات عنيفة في مدن جنوبي البلاد وشرقي العاصمة. وفي تعز جنوبي اليمن اندلعت مواجهات عنيفة بين
من المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في محيط مقر حزب المؤتمر الشعبي العام بالمدينة، كما تجددت الاشتباكات في عدة مناطق بمحافظة عدن جنوبي البلاد بعد محاولة الحوثيين التقدم فيها، وأدى الخصف العشوائي لحي البساتين من قبل الحوثيين إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك حاجة الآن لمبلغ 1,600,000,000 دولار لمواجهة كارثة وشيكة تلوح في أفق اليمن في ظل معاناة الأسر في البحث عن الطعام، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليونا أو 80% من السكان يحتاجون الآن لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. وعلى هامش مشاورات جنيف بشأن اليمن، رشقت صحفية يمنية حذاءها باتجاه رئيس وفد الحوثيين حمزة الحوثي خلال مؤتمر صحفي له. تم العدوان أسلحة محرمة دوليا في استهداف المواطنين في أنا متنازلة عن مهنة الصحافة، أنا كجنوبية عدنية كل يوم أهلنا يموتوا وأنت جاي تعمل مؤتمر بصفتك مش تعمل مؤتمر، تمثل من؟ تمثل من أنت عشان تعمل مؤتمر؟ صفحة جديدة من العلاقات السعودية الروسية افتتحتها زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، والتي توجت بتوقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مهمة. زيارة محورية وإيجابية وتضع لبنى جديدة في مسار العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين روسيا والسعودية، هكذا لخص وزير الخارجية السعودية عادل الجبير زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين على مدى ساعتين، تناول العلاقات الثنائية وجملة من الملفات الساخنة على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زيارة ولي العهد إلى موسكو استحوذت على مساحة وافرة من الصحف السعودية، حيث أشارت صحيفة الوطن إلى أن اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين الذي استمر 120 دقيقة كان كافيا لأحداث التقارب المنشود بين المملكة وروسيا. ووفقا لروسيا اليوم، فإن الأمير محمد بن سلمان أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور روسيا قريبا، وأن بوتين قبل بسرور الدعوة لزيارة المملكة. في حين أشارت قناة العربية إلى أن العنوان الرئيسي والأبرز للقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس الروسي كان أن المملكة تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، وسيكون لروسيا الدور الأبرز في تشغيل تلك المفاعل، مضيفة أن 80% من اللقاء تناول تطوير العلاقات بين البلدين و20% ناقش أوضاع المنطقة من سوريا إلى العراق واليمن ولبنان. المحادثات السعودية الروسية توجت بتوقيع 6 اتفاقات مهمة تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلوم الفضاء والتعاون العسكري والتقني والتعاون في مجال الطاقة والغاز والجانب الاستثماري. في سوريا، تواصل فصائل المعارضة تقدمها على جبهة القنيطرة وسط اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد وداعش في ريف حمص الشرقية. تواصلت المعارك بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة بعد هجوم الجيش الحر لاستكمال السيطرة على محافظة القنيطرة. وفي وسط البلاد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات استمرت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في محيط حقلي جزل وشاعر بريف حمص الشرقي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين فيما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة تدمر بريف حمص الشمالي. أما في الكسوة في ريف دمشق، استهدفت قوات النظام منازل المدنيين في الحارات القديمة ومنطقة البساتين بقصف همجي عنيف بالمدفعية وعربة الشلكة المتواجدة على جبل المضيع، ما أدى إلى مقتل طفلين. إلى خان الشيخ، حيث استهدف الطيران المروحي المزارع المحيطة بالمخيم بأربعة براميل متفجرة، في حين قام مجاهدو جبهة أنصار الإسلام باستهداف الطيران المروحي التابع لقوات النظام عند قصفها لتجمع الخان. دانت 70 دولة إلقاء النظام السوري البراميل المتفجرة عشوائيا على غالبية المناطق السكنية في سوريا، ما خلف مئات القتلى والجرحى في حلب وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
بالتزامن مع المساعي الفرنسية لوضع مشروع قرار محدد بشأن استخدام نظام الأسد المكثف للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، وقعت 70 دولة بينها بلجيكا وفرنسا على رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي دنت فيها القصف المتكرر ببراميل الموت على المناطق المكتظة بالسكان في حلب، ما خلف مئات القتلى في الأسابيع الماضية. وقال الموقعون إن القانون الدولي يحظر الاستخدام الأعمى لمثل هذه الأسلحة وكذلك عدة قرارات دولية، مطالبين المجلس باحترامها. وأضافت الرسالة أنه يتوجب على سلطات النظام السوري وقف هذه الهجمات الجوية التي تنفذ عشوائيا. وفي حين يواصل وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفن ديمستورا مشاوراته في جنيف، أكدت الدول السبعون ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا على أن يمر بمرحلة انتقالية سياسية فعلية. وكان ديمستورا دان الأربعاء اتباع نظام الأسد سياسة العقاب الجماعي واستخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة في بيان للأمم المتحدة عقب زيارته الأخيرة إلى دمشق. من جانب آخر، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إلى تجاهل مجلس الأمن الدولي للانتهاكات الصارخة للنظام السوري لقرارات المجلس، ودعته لفرض عقوبات على نظام الأسد لقصفه المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة. هذا وتزداد معاناة السكان في شمال سوريا تحت وطأة الحصار النفطي والذي يفرضه تنظيم داعش، والذي بات يهدد كل مقومات الحياة من الكهرباء إلى النقل والحصاد. من حلب إلى إدلب وصولا لريف حما والساحل، حالة من الشلل تضرب مختلف أوجه الحياة في الشمال السوري. هنا منبت المشكلة، طريق المازوت الذي يصل الشمال السوري المحرر بالمناطق النفطية في الشرق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة. التنظيم منع عبور الشاحنات التجارية المحملة بالمشتقات النفطية منذ بدء الاشتباكات بينه وبين فصائل الثوار في ريف حلب الشمالي مطلع الشهر الجاري، ليرد الثوار بوقف تدفق البضائع إلى مناطق سيطرته. قطع طريق المازوت من قبل تنظيم الدولة تزامن مع بدء حصاد محاصيل الحبوب في أرياف حلب وإدلب وحما، ما أدى لتآكل قيمة هذه المحاصيل بالنسبة لأصحاب الأراضي، كما أضر بالعمال الزراعيين وأصحاب الحصادات. إيش بدي أحشيلك يا أخوي؟ يعني والله العظيم شان أجر شوال حبته السوداء 300 ورقة صار 2000 ورقة بسبب غلاثة المازوت. شايف الدراسة، أنا صاحب آلية صاحب دراسة، يعني عم نشتغل ساعة ساعتين ونوقف نروح نركض وندور على المازوت وعن نلقاه مفقود، يعني شيء ما ينقبل خالص. أثر انقطاع المازوت لم تقتصر على الأرياف بل وصلت إلى المدن. هنا في معرة النعمان بإدلب يحذر الدفاع المدني من توقف فرقه عن العمل في حال استمرت الأزمة. يعني الشهر الماضي كان لتر المازوت 100 دولار، وعم يجينا نحن على السيارة تقريبا 170 دولار للسيارة، وعنا يعني ما بيجي لكل الألياف 170 دولار لما بتعبي لي السيارة نص مرة. هلا هذا الشهر هلا اليوم بنزين هلا ب 350، يعني انا اذا بدي اقوم اعبي الصهريج بده 400 لتر ب 350 طارس، يعني هلا بجوز اكيد اذا بستمر الوضع يومين او ثلاثه رح نوقف. بسرعة أكبر كان تأثر الأسواق التجارية ومستوى الأسعار فيها. أيضا توقفت مولدات الكهرباء المحلية التي تغذي معظم المناطق المحررة. ما سبق كله مؤشرات أولية عن حجم التأثر الاقتصادي بانقطاع المازوت، ويخشى من الأيام القادمة أن تحمل ما هو أصعب لسكان المناطق المحررة الواقعين بين نيران الحرب وجحيم الأزمة الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 124 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 4 أوكار وثماني سيارات تابعة لهم في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين. من جهة أخرى أكدت الوزارة تدمير ما يسمى بالمحكمة الشرعية في منطقة السجارية شرق مدينة الرمادي، وتدمير معمل كبير يستخدم كمستودع للعتاد والذخيرة والمواد الكيميائية في منطقة حصيبة. في تونس قررت الحكومة إغلاق القنصلية في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحامها من قبل مسلحين قبل أسبوع وخطف 10 موظفين. جاء هذا القرار بعدما أعلن وزير الخارجية التونسي طيب البكوش الإفراج عن جميع المخطوفين وعودتهم إلى تونس اليوم.
تقاطر آلاف الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة لأداء أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك زحف الآلاف من الفلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية صوب القدس للصلاة في المسجد الأقصى بعد حديث جيش الاحتلال عن منح مئات بل آلاف التصاريح وتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين لدخول القدس المحتلة. وفي الحقيقة لم تسمح قوات الاحتلال سوى للرجال الفلسطينيين فوق 40 عاما من الدخول القدس والأطفال تحت 12 عاما فيما سمحت للنساء من جميع الأعمار بالدخول، كما ومنعت المواطنين من إدخال أي سلع تجارية كالفواكه والخضار وغيرها. وتفاجأ الفلسطينيون بعدم وجود حافلات فلسطينية لنقل الركاب من مدن الضفة الغربية إلى القدس المحتلة كما أعلن الاحتلال سابقا، في حين قال مراقب المرور العام المهندس جمال شخير أن وزارة المواصلات لم تستلم التصاريح اللازمة لدخول الحافلات إلى القدس من الشؤون المدنية. يأتي ذلك في وقت قال مصدر مسؤول خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الذي عقد قبل يومين أن هناك قرارا لدى السلطة بمقاومة قرار إسرائيل بتسهيل حافلات من الضفة الغربية إلى القدس، مؤكدا أن هذه القرارات الاحتلالية تهدف إلى إفراغ السلطة من محتواها وأضعافها وتسخر عملها لخدمة الإدارة المدنية الإسرائيلية. وكانت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر دعت في العاشر من الشهر الجاري إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك وسط دعوات إسرائيلية إلى تمكين اليهود من أداء المشاعر الدينية فيه. واعتبرت الحركة التي يترأسها الشيخ رائد صلاح أن شهر رمضان يعد فرصة لتكثيف شد الرحال إلى مسرى النبي، مشددة على أن الخصم الحقيقي لكل مناصري المسجد الأقصى هو الاحتلال الإسرائيلي الذي نتمنى له الزوال العاجل. ندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بما وصفه نفاق الأمم المتحدة، وذلك غدا طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من إسرائيل حماية الأطفال في قطاع غزة. وقال نتنياهو إن هذا يوم أسود للأمم المتحدة، فبدلا من الإشارة إلى حقيقة أن حماس جعلت من أطفال غزة رهائن حين أطلقت النار من روضات الأطفال، تختار الأمم المتحدة مرة أخرى أن تعظ إسرائيل على حد قوله. اعتقلت الشرطة الأمريكية المشتبه به بإطلاق النار على الكنيسة في تشارلستون والذي يدعى ديلان روف ويبلغ من العمر 21 عاما، ونقل المشتبه به إلى مركز اعتقال في ولاية كارولينا الجنوبية بعدما ألقي القبض عليه في كارولينا الشمالية. وكان الشاب قد دخل الكنيسة لمدة ساعة قبل أن يبدأ بإطلاق النار عشوائيا على المصلين ويردي 9 منهم في أسوأ هجوم عنصري في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. وتتابعون بعد الفاصل. 3 قتلى في حادث سير في عكار ووفاة 4 صدما. أهلا بكم من جديد إلى نشرتي من الميدان وقد تابعتم فيها. وفاة الطفل منير حزينة الذي أصيب برصاص المشيعين في الضاحية الجنوبية. هدوء في عين الحلوى، وقف النار يكشف عن أضرار كبيرة. الأمم المتحدة تأمل بإحراز تقدم في مشاورات جنيف وتحذر من كارثة إنسانية في اليمن. عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة ختامية في قضية قناة الجديد على أن تصدر حكمها في غضون شهرين. تقرير شرب العبود. في المطالعات الأخيرة في قضية الجديد بتهمتي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، استمعت المحكمة إلى مطالعة ختامية لكل من صديق المحكمة للادعاء والدفاع والصحفية كرم الخياط. فريق الادعاء حث المحكمة على التمييز بين ما يقوله فريق الدفاع عن الجديد والأدلة، متحدثا عن عدم تعاون الجديد مع المحكمة خصوصا وأن خياط استعملت البريد الإلكتروني الذي أرسلت عليه التبليغات. واعتبر الادعاء أن كلام رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ جاور حدود النكتة، خصوصا وأنه اكتفى بما قالته القناة ولم يقم بأي تحقيق. 25 من أيار مايو 2012 في قضية عياش، ليست مشكلتنا إن كنا قد ذهبنا إلى المحكمة لتقديم دعوة بالتزوير لا أساس لها، ولم نكلف نفسنا عن النظر بسرعة إلى محضر الإبلاغ والتحقق من التوقيع. ليست مشكلتنا إن حاولنا أولا وطرحنا الأسئلة لاحقا.
ليست مشكلتنا إن لم نحذف الحلقات الخاصة بالمحكمة عن موقع يوتيوب حتى بعد 23 من تشرين الأول أكتوبر 2013. هذا حضرة القاضي هو الموضوع في هذه القضية، ليست مشكلتنا. حضرة القاضي، نحن نقول إنها مشكلتهم. أما فريق الدفاع فاعتبر من جديد أن قضية الادعاء ضعيفة ولا أساس قويا لها في تلك المنطقة من العالم، حيث حرية التعبير هي الاستثناء وليس القاعدة. لديكم أمامكم الآن محاولة لكم أفواه محطات إعلامية يمكنها أن تلقي الضوء على مسائل ومواضيع تهم الرأي العام. أما فرض عقوبة تصل إلى 6 ملايين يورو، هذا أمر خال من أي منطق، لا بل هو من حدود الشواذ. أما خياط فقالت مخاطبة الادعاء أنه لولا فراغ دولتنا من قادة كبار لما تجرأتم على خوض مغامرة كهذه. قرار القاضي الناظر محق، لكن فريق الادعاء أضاع سنة ونصف السنة من وقتنا على قضية غير محقة. ثالثا، شهودكم يعرقلون سير العدالة. جاء فريق الادعاء بشهود معظم شهاداتهم مبنية على اللا أدري واللا أذكر. إشارة إلى أن المحكمة ستصدر حكمها في القضية في غضون شهرين. قضى 3 أشخاص في حادث سير مروع وقع على طريق عام ببنين العبدي بعد فقدان سائق البيكاب محمل بالخضار السيطرة على الفرامل، ما أدى إلى اصطدامه بعمود كهرباء، وقد توفي على الفور الشبان 3 الذين كانوا في قمرة القيادة متأثرين بجراحهم. في حادث آخر، صدمت سيارة من نوع بأم طفلا سوريا في 7 من عمره، وقد فر صاحبها إلى جهة مجهولة تاركا سيارته في مكانها، فيما نقل الطفل إلى مركز اليوسف الطبي للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. قتل المواطن نجيب علاء الدين من بلدة مجد السلم في ظروف غامضة، وقد وجدت جثته قرب مستشفى تبنين الحكومي مصابة بطلق ناري، وبدأت الأجهزة المعنية التحقيقات. من جهة أخرى، توفي المواطن قاسم محمد نقماق من بلدة الشهبية بعد تناوله مادة التنظيف لفلاش، وقالت مصادر أمنية أن نقماق البالغ من العمر 55 عاما أقدم على الانتحار بسبب سوء الأوضاع المعيشية. في بعلبك، نفذ المخاتير اعتصاما احتجاجا على الأخطاء في نسخ وثائق الأحوال الشخصية. اسم لابنة ويمين اسم بنت زلفة، ليش المشكلة هيدي عم بتصير بعلبك بس؟ شهر 5/7/5 بنتي موجودة بإخراج الآن، بشهر 6 مش موجودة. هي الفضيحة التي عصفت بالسجلات الجديدة في قلم نفوس بعلبك والمستمرة على وقع إهمال الدولة وصمتها، أمر دفع برابطة مخاتير بعلبك وعدد من المواطنين إلى إطلاق سرقتهم أمام سراي بعلبك الحكومية بعد الأخطاء الجسيمة التي جرت خلال عملية نسخ وثائق الأحوال الشخصية إلى السجلات الجديدة. الخانة الوحيدة التي لم يرد فيها الخطأ هي خانة المذهب. خانة المذهب حافظوا عليها، بل كتبوها بماء الذهب. نرجو من معالي وزير الداخلية الإعاز لمن يلزم من أجل إعطاء صلاحيات استثنائية لمأمور نفوس بعلبك مع تشكيل لجنة مختصة واستثنائية من أجل تصحيح كل هذه الأخطاء. السجلات القديمة موجودة ولكن لم تكن الأخطاء تتعدى 1%. ووسط تلويح المخاتير بتسليم أختامهم إلى محافظ بعلبك في حال لم تستجب الدولة لمطالبهم، فقد حملوا لجان الاستنساخ كامل المسؤولية عن هذه القضية التي لم تعتمد على معيار موحد أثناء عملية النسخ. مسرحية للاجئين السوريين في لبنان تسلط الضوء على عمالة الأطفال. جذبت مسرحية شارك فيها 60 طفلا من اللاجئين السوريين في لبنان أعدادا غفيرة في البقاع،
ويأتي هذا النشاط الذي أعدته منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. وكانت منظمات لبنانية عديدة قد عملت على مدى سنوات لمعالجة معضلة عمالة الأطفال، غير أن الحرب في سوريا زادت الوضع سوءا. كنا واعدين أنفسنا أنه بالآخر نهاية 2016 نكون على القليلة بلشنا نقضي على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لكن مع وجود الأطفال اللي بنحبهم كتير أكيد اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين صار حجم المشكلة كتير أكبر. البرنامج عم بتشوفوه اليوم هو من أهم البرامج التوعوية لهن الأطفال العاملين أنفسهم بيعبروا عن عملهم الشائع بعمل أطفال. هذا العمل عبارة عن تبيان وضع الأطفال بالشارع وكيف هذا المستغل اللي عم يستغل الأطفال ضمن نطاق هذا الشارع. صحيح بتعدينا كتير شغلات بتعنينا أنه نحن عدم ما بدنا نخلي الأطفال يشتغلوا، نلغي هالشغلة، نلغي عمل الأطفال نهائيا. وأكد آباء وأمهات الأطفال الذين شاركوا في المسرحية أن التجربة كان لها أثر إيجابي على أطفالهم. انتخب قبل أيام النائب البرازيلي من أصل لبناني بطرس طوبيا رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ولاية ساو باولو أكبر ولايات البرازيل والبالغ عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة. بطرس طوبيا ابن بلدة قرزلة العسكرية هو نائب في برلمان ساو باولو منذ عام 98، وستستمر ولايته في رئاسة الحزب حتى حزيران من عام 2017، وهذه المرة الثانية ينتخب رئيسا للحزب الحاكم في ساو باولو، حيث امتدت ولايته الأولى من منتصف عام 2011 إلى منتصف عام 2013. وفي النشرة الاقتصادية بعد الفاصل، لبنانية تصنع سيارة فخمة لشرطة أبوظبي. أهلا بكم من جديد، ووصلنا إلى النشرة الاقتصادية مع باسل خطيب. مرحبا باسل. أهلا هنادي. تفضل. شكرا. أهلا بكم. في مواكبة لشهر رمضان المبارك، تفعل وزارة الاقتصاد عمل جهازها الرقابي. تقرير محاسن حلبي. اجتمع وزير الاقتصاد ألان حكيم مع نقابات بائعي وموزعي المواد الاستهلاكية والخضار والفواكه، وتمنى عليهم عدم السماح لأي من التجار أو الموزعين التلاعب بالأسعار مع بداية شهر رمضان أسوة بما حصل العام الماضي. الوزارة عملتها بخصوص الموضوع، قوت جهاز الرقابي على المواد الغذائية المستهلكة الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. في حال وردت شكوى لكم انه في تلاعب بالاسعار، ما هي السبل القانونيه لمعالجه هذا الامر؟ عندنا المرسوم الاشتراعي 73/83 يلي اكيد التجار ما بيحبوه ونحن ما بنحب نستخدمه، ولكن نحن مع المستهلك أكثر من التاجر. بيحدد ثلاث أنواع من الأمور اللي ممكن نقدر أنه نلحقهم. واحد سقف للأسعار، ثاني نوع هو الاحتكار. الاحتكار اللي هو عادة البضاعة بتكون متوفرة بالمستودع أو بشي مطرح، بس هو ما بيجيبها بهدف أنه فقدينا من السوق ممكن أنه يعلي لسعره. والنوع الثالث اللي بيحده المرسوم الاشتراعي هو التلاعب بالأسعار، ونحن على أساسها ثلاث مخالفات ممكن أنه يتجزى لحد ال 15 مليون ليرة ويفوت على الحبس لحد الأربعة شهور للست شهور. هذا وقد وضعت الوزارة خطا ساخنا للتبليغ عن أي مخالفة يحمل الرقم 1739، إضافة إلى تطبيق على الهواتف الذكية، وأيضا مكتب للشكاوى في مبنى الوزارة. شارك وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في فعاليات الجناح اللبناني في معرض ميلانو 2015، حيث كان لجي مانوكيان وفرقته الموسيقية حفل موسيقي عزف فيه على البيانو أغاني من التراث اللبناني ومن مؤلفاته الموسيقية أمام الجناح اللبناني في منطقة البيومتوسطية، بحضور الوزير حكيم ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة والقنصل العام للبنان في ميلانو وحشد من الشخصيات ووفود لبنانية وأجنبية. وقد انتدب جي مانوكيان الذي هو وجه من الوجوه الفنية اللبنانية، سفير فني للبنان في معرض ميلانو الدولي 2015. أطلق المشغل الخلوي في لبنان شركة ألفا بإدارة أوراسكوم تيليكوم ألفا توب أب، وهي وسيلة تعبئة إلكترونية جديدة تتيح للمشترك تشريج دولارات وأيام بتعرفة تبدأ من دولار ونصف.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام مروان حايك إن هذه الخطوة تأتي لمواكبة حاجات ومتطلبات مشتركي ألفا من حاملي الخطوط المسبقة الدفع، مشيرا إلى أن من شأن وسيلة ألفا توب أب أن تسهل على المشترك عملية تعبئة خطه المعروفة بالتشريج لتصبح أكثر مرونة، وتتوفر عبر ألفا توب أب كل فئات التشريج المعتمدة وتضاف إليها فئات تشريج جديدة بدءا من دولار إلى 8 دولارات، ولكل فئة عدد أيام ودولارات وتعرفة خاصة بها. تجدر الإشارة إلى أن ألفا توب أب متاحة في كل فروع ألفا ستور وفي متاجر الامتياز وعند وكلاء ألفا المعتمدين. تتواصل المباحثات في أوروبا والمفاوضات بشأن أزمة اليونان وبلوغها الإفلاس، وتسارعت وتيرة سحب الودائع من المصارف اليونانية منذ انهيار المحادثات بين حكومة البلاد وبين دائنيها مطلع الأسبوع الحالي. وكشفت 3 مصادر مصرفية لرويترز أن المودعين اليونانيين سحبوا أكثر من 1 مليار يورو من البنوك يوم أمس لتصل قيمة الأموال التي تم سحبها بين الاثنين والخميس إلى نحو 3 مليار يورو أو 3.4 مليار دولار، بما يمثل نحو 2.2% من إجمالي الودائع الأفراد والشركات في المصارف اليونانية في نهاية نيسان أبريل. من جهته أحجم البنك المركزي اليوناني عن التعقيب على ما كشفته المصادر المصرفية لرويترز. تتسابق شرطة أبوظبي مع شرطة دبي على تقديم الأفضل، ومؤخرا أزاحت شرطة أبوظبي الستار عن سيارتها الجديدة والتي ضمتها إلى أسطول سياراتها، هي سيارة لايكن هايبر سبورت، وهي أغلى سيارة عربية في العالم، يبلغ سعرها ما يقارب 12 مليون ريال سعودي أي 3.2 مليون دولار، حيث تعتبر السيارة أول سيارة عربية خارقة صنعت من قبل شركة لبنانية تسمى دبليو موتورز ومقرها دبي. وظهرت السيارة للمرة الأولى في العالم في معرض قطر للسيارات لعام 2013، ولا تزال كل التفاصيل الشاملة حول صفقة سيارات لايكن غير واضحة، فليس معروفا بعد ما إذا كانت هذه الصفقة تمت فقط لأغراض ترويجية أم أن هناك تعاقد مع شركة لايكن. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. وفي الرياضة بعد الفاصل، ميسي يتمنى تحقيق بطولة واحدة مع المنتخب الأرجنتيني. أهلا بكم من جديد، ووصلنا إلى النشرة الرياضية مع هبة زيدان. مرحبا هبة. مرحبا هنالك. تفضلي. شكرا. مساء الخير. استغل منتخب البيرو لكرة القدم تفوق العدد وانتزع فوز ثمين بنتيجة 1-0 على منتخب فنزويلا صباح اليوم بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدور الأول لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بتشيلي. ومع هالنتيجة تعقدت حسابات المجموعة الثالثة بعد ما تساوت المنتخبات الأربعة برصيد 3 نقاط، حيث حقق كل واحد منهم فوز واحد وخسر مباراة واحدة فقط. عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أمله الكبير بالفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني لتكون أول ألقابه مع التانجو بمسيرته الاحترافية. ميسي وبمقابلة لإله مع إحدى وسائل الإعلام على خلفية بطولة كوبا أمريكا قال: نحن هنا للفوز باللقب، هذه المجموعة تستحق ذلك بعد الأداء الرائع في كأس العالم الأخيرة، وأتمنى أن أحقق ولو لقب واحد مع الأرجنتين مرة واحدة وإلى الأبد. ذكرت تقارير إخبارية محلية أنه فريق جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم توصل لاتفاق مع الكرواتي ماريو مانزوكيتش مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني للانضمام إلى صفوفه مقابل 18 مليون يورو. ومن المرجح أنه يخلف مانزوكيتش الهداف الأرجنتيني كارلوس تيفيز بقيادة هجوم اليوفي بعد ما أبدى نجم منتخب التانجو رغبته بالرحيل عن الفريق والعودة إلى صفوف ناديه القديم بوكا جونيورز الأرجنتيني بالموسم الجديد. أشار نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى أنه لا يستطيع منع الصحفيين من كتابة الأخبار عنه، مؤكدا بقاؤه مع فريقه الإنجليزي حيث بيشعر بأنه سعيد للغاية. وربط أغويرو مغادرة أي لاعب لفريقه بالسعي وراء تحقيق أهداف جديدة، إلا أنه نجح بتحقيق العديد من الألقاب خلال المواسم الماضية، وبالتالي كل ما بينقصه هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا فقط.
اختار متصفحو الانترنت بالمكسيك النجم البرازيلي السابق بيلي كأفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وتصدر بيلي الاستفتاء، وهو استفتاء لمؤسسة ميتوفاسكي المكسيكية لاستطلاعات الرأي بحصوله على 47.5% من إجمالي الأصوات، متقدما على الأرجنتينيين ليونيل ميسي يلي حصل على 18.8% من الأصوات، ودييغو أرماندو مارادونا مع 11.4%. أما بالمركز الرابع فقد حل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 3.9%، يلي الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو مع 3.2% من الأصوات. ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وختام نشرة من الميدان، ونذكركم بالعناوين: ابني مات يا ناس، ابني مات. وفاة الطفل منير حزينة الذي أصيب برصاص المشيعين في الضاحية الجنوبية. عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلي ووقف النار يكشف عن أضرار كبيرة. الأمم المتحدة تأمل بإحراز تقدم في مشاورات جنيف وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن. وكان في الاقتصاد، الأزمة اليونانية تتواصل وسحب 3 مليارات يورو من البنوك. وفي الرياضة، البيرو تهزم فنزويلا وتعقد حسابات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا. في الختام نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. بأي حق، بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟ Thank you.